انت كان عندك كمان ريتم. انت قلت انه نفسك تعمل دول برلين بلا كازا دي بابيل يعني برلين كبعد درامي يعني مش ايه ليه بقى شو اللي عجبك وليه غيرت رايك بعدين؟ لا غيرت رايي لان الكاركترز كلها حلوه يعني انا ممكن نفسي العب البروفيسور مثلا أوكي. نفسي العب دنفر مثلا يعني كممثل كل الادوار بتغريك يعني. طب ان شاء الله يا رب نحن عندنا يعني ممثلين من العالم العربي بمقومات عالميه فان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله. يلا نبدا الافيش. بسرعة الأفيش والقوانين هي التالية. حيظهر قدامكم على الشاشة بوستر لمسلسل معروف، كل اللي عليكم تعملوه انكم تعرفوا اسم المسلسل ده. بعد ما تعرفوا لازم تركزوا انكم تدوسوا على البازر الزرار الأحمر، حينور عندي النور، اللي نوره منور حقول له يجاوب. معاكم 5 ثواني عشان تجاوبوا. جاوبتوا صح خدتوا النقطة، جاوبتوا غلط نقطة راحت للخصم، وما جاوبتوش نقطة راحت للخصم. أكيد واضح القانون. حنبدأ بسرعة ويلا بينا نلعب الأفيش. حنشوف أول أفيش مع بعض. عابد جراند أوتيل صح، برافو. النقطة الأولى لعابد، برافو، مبروك عابد. حنشوفها مع بعضنا جراند أوتيل. 1-0 لعابد. وقفش جديد عابد، خلص وقتك وطبعا راحت النقطة لا أحمد السقا وهو آدم وجميلة. 1-1 تعادل. هلأ افتكرت جميلة نسيت اسم الأول. يلا مش مشكلة، تقلق. قفش جديد تفضلوا. أحمد بريكنج باد، برافو صح. نقطتين لسقة ونقطة لعابد. وقفيش جديد أحمد والنوس. لا يا أحمد خواجة عبد القادر. خواجة عبد القادر لا صح، خواجة عبد القادر. خواجة عبد القادر راحت. أنت بترتاح، هي النقطة إيش عندك بلا ما تعمل هي كده كده. النقطة عندك، النقطة عندك. يلا صرنا 2-2 وعندنا قفيش كمان. عابد لا ليالي صح؟ ارتاح تفكر على راحتك. راحت ليالي والنقطة رجعت لك لأحمد. ليتي أحمد السقا وعابد فهد نقطتين. وقفيش كمان والنوس. السقا برافو والنوس، وبيكسب السقا بالأفيش وبياخد العلامة كاملة. مبروك يا أحمد، مبروك حبيبي. حنشوف النتيجة مع بعض. كنا 1 للسقا و2 لعابد بالجيم الثالث، صرنا 4 للسقا ونقطتين لعابد فهد. وفكركم بال100,000 جنيه اللي هتاخدوها في اخر الحلقه، واستنونا بعد الفاصل مع اغلب السقه، وكونوا معنا.